ضيفي النهاردة ناقد فني كبير، ورغم أنه صرح وقال حرفياً إن إحنا كنقاد غير مؤثرين، إلا إن كلمته مسموعة جداً، ورأيه اللاذع في فنان أو عمل يحسب له ألف حساب، مستعد دايماً لدخول حروب فنية بابتسامة لا تفارقه. ضيفي النهاردة الناقد الفني الكبير طارق الشناوي. طارق الشناوي، الأول حمد لله على السلامة بعد مقلب غير متوقع، لأول مرة ناقد فني بيتعرض لمقلب. هو يعني يحيك الموضوع بشكل ذكي. لو كان لك الاختيار كنت هتختار تظهر في برنامج رامز جلال بعد هجومك عليه أكتر من مرة؟ لا أكيد لا. هتشوف فيلمه اللي نازل في العيد؟ أكيد أكيد، بشوف كل الأفلام، يعني عايز أقول بفصل الأمور. هتنقده نقدا ذريعا فظيعا شنيعا؟ لا، على حسب الشاشة، يعني الشاشة هي اللي هتقول. طيب هقولك كمان حمد لله على السلامة لأنك لسه راجع من كان، كنت بتحضر فعاليات المهرجان كعادتك كل سنة، بقالك كم سنة؟ من سنة 92، وكل سنة بحرص على الحضور. السنة دي كرم مهرجان كان سيلفستر ستالون اللي قال في كلمته الضعف من الممكن أن يصبح أحد أسلحة القوة، كان يقصد إيه؟ هو عنده تلعثم في الأداء الصوتي، ودي حاجة ممكن أي حد يلاحظها. بديهي إن أقوى الأدوات هي الأداء الصوتي، أداء الحوار. السلاح ده مش موجود، وقالوا له أنت مش هتنفع، فقبل التحدي ونفعه بقى نجم عالمي بيكرم في مهرجانات كتيرة وبياخد أعلى الأجور. طارق الشناوي، بمناسبة الأداء الصوتي، الممثل محمد ممدوح بيتعرض أحيانا لسخرية بسبب عدم وضوح بعض مخارج الألفاظ، رأيك إيه في محمد ممدوح؟ أنا ممثل طبعا موهوب جدا، محقق نجاح، الناس بدأت تلاحظه في جراند أوتيل، لكن من قبلها وأنا حقيقة كنت شايفه، لمحات الصمت عنده بليغة، لمحات الأداء بليغة، يعني إيه عميق الموهبة. مفيش مشكلة إنك أنت تحاول تجود الأداء الصوتي، بمعنى كان في زمان ست اسمها مدام راتل، دي كان بيروح لها صلاح جاهين، سعاد حسني كمان، يعني مش بس الممثلين، نادية لطفي قالت لي إنها دربتها شوية وهكذا. مفيش مشكلة، سعاد حسني مثلا من الناس اللي دربوها كان إبراهيم سعفان العام سلوسة، فإيه المشكلة؟ يعني مش شايف إن في مشكلة، فليه لأ؟ على ذكر المسلسلات ومع انتهاء الموسم الرمضاني، طارق الشناوي شايف مين أفضل ممثل؟ ممثل فيه ياسر جلال، عامل مسلسل مسلي، عندك أحمد مالك، عندك أحمد صلاح السعداني، في عندك أيضا بينما اتكلمنا عن ممدوح، ممدوح يعني برغم الهجوم ده. مين أفضل ممثلة؟ في لا أكتر، في حنان المطاوع، في دينا الشربيني، في رهام عبد الغفور، في أستاذة الأساتذة سوسن بدر. أفضل نجم صاعد؟ أسماء أبو اليزيد، أحمد داشي. طارق الشناوي، مدى تقبل الفنانين لنقدك ليهم، وللبعض بيسميه انتقاد والبعض الآخر بيسميه أحيانا تجريح؟ أنا ما أعتقدش أن فيه تجريح، يعني ما بتبش حاجة فيها شيء شخصي أو سبة في جبين حد، يعني ده مش قائم عندي، ولكن الفنان عادة بيحب أنك تقدمه بشكل إيجابي، حتى عندما يخطئ أنك أنت ما تقولش أنه أخطأ، لما يتعثر في دور العرض طبطب تطبطب أو تطنش أو تدلع، يعني المفردات دي ما بعملهاش. طارق الشناوي، بصراحة ما شعرتش ولا مرة أنك جرحت فنان، وأن نقدك ليه أو ليها تجاوز حدود النقد لدرجة التجريح أحيانا؟ ما حد بيزعل، ربما أعيد التفكير، يعني محد بيزعل، بقول يعني هو زعل بحسية كان ممكن أخفف العبارة، ممكن أفكر في دي. مين أكتر فنان زعل منك؟ عادل في فترة، وأنا كتبت عادل إمام، وأنا كتبت عنه كمان قريب كلام كويس قبل عيد ميلاده بحوالي شهر، قلت لأنه عادل إمام، قلت يستحق يعني احتفال غير عادي، يمكن ده من أكتر الناس، يعني مش فاكر، بس أكيد في ناس زعلت أكيد. مين فنانة زعلت منك؟ احنا في رمضان عايزين نصالح بقى الناس. لا انا يعني اكيد اي حد كتبت عنه كلام ما كانش ايجابي بيزعله شويه، بس ما اعتقدش انه زعل الى درجه يعني الحنق او الكراهيه، ما اعتقدش. يعني تنتهز فرصه رمضان وتقول لمين كل سنه وانت طيب؟ لا، لكل الناس، اي حد بقول له كل سنه وانت طيب. كل الناس اللي انت انتقدتهم بشده وعنف بتقول لهم ايه النهارده؟ بقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين.
سر تصريحك إن إحنا كنقاد غير مؤثرين، إمتى شفت إنك مؤثر بشدة في نقدك لفيلم أو مسلسل رغم تصريحك الأخير إحنا مش مؤثرين؟ لا، هو الفنانين هم اللي ساعات بيحسسوا الناقد إن هو مؤثر إلى درجة إن كتابتك دي أدت لكذا أو بتاع، أو إنه ناس مرحتش الفيلم فيبقى أنت السبب. يعني عايز أقول ده مش صحيح، الناس بتروح الأفلام لأسباب معروفة. يعني أنتم كنقاد مؤثرين ولا مش مؤثرين؟ لا، تأثيرنا محدود لأن أنت أساساً القراء عندك قليلين، قراء النقد كمان قليلين. طارق الشناوي، متوقع إيه في أفلام العيد؟ أنا هترقب أفلام العيد، إحنا لسه ما بدأناش المشاهدة. متوقع أنها تبقى أفلام هترهن على الشباك بقوة. فيلم ممر لأنه بيتكلم عن حرب الاستنزاف وبعد 67 ممكن يبقى فيه الرؤية الوطنية عالية، بس لسه كل دي كلها حاجات عريضة، خطوط عريضة ما نقدرش نبني عليها أحكام. الكاتب الروائي الكبير الراحل إبراهيم الورداني كتب وقال لك مرة: أنت تحمل في جيبك جواز سفر اسمه عمك كامل الشناوي، سوف تقتحم به بلاط صاحبة الجلالة. ده صح، اقتحمت بلاط صاحبة الجلالة بجواز السفر ده عمك كامل الشناوي. عمري، يعني أنا قدما بقول أنا لما حبقى حاجة الناس هتجبني، لان انا مش بس بتكلم عن كامل الشناوي، عن كامل الشناوي، عن محمود المليجي. يعني ما جاش في ذهني خالص ان استغل اسم كامل الشناوي، وما اعتقدش ان انا استغليته. ايه من اعمال او من القصائد اللي كتبها كامل الشناوي طارق الشناوي ما زال متاثرا به حتى اللحظه؟ انا لا اشكوف في الشكوى انحناء وانا نبض عروقي كبرياء. مأمون الشناوي تأثرت بيه ازاي وأنت عاصرته؟ طبعا أستاذي في الصحافة، يعني أنا خريج كلية إعلام ودارس صحافة، لكن وقابلت كمان قمم زي الأستاذ جلال الحمامسي، صلاح حافظ، فتحي غانم، يعني أسماء كبيرة جدا في دنيا الصحافة، محسن محمد. إنما اللي تعلمته من مأمون الشناوي في الصحافة هو الشيء العظيم اللي أنا بعتز بيه. طارق الشناوي، كل سنة وانت طيب. كل سنة وكل المصريين طيبين، وإن شاء الله اللي جاي أنا واثق إنه أفضل. راديو نور، رمضان، أيام حلوة.